السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اصبحت ارضية ساحة جامع لفنا مبللة. خلال الليل تهاطلت على مراكش واحوازها امطار هامة. قال احدهم لعبد المغيث صاحب عربة يقطرها حصان ابيض: انها الامطار الاخيرة، قريبا سيحل فصل الربيع. كان عبد المغيث منهمكا في إعداد العربة ليوم عمل جديد، ولذلك لم يعقب على الفور على ما قاله صاحبه. لعله لم ير جديدا فيما قاله، فبعد كل فصل شتاء يحل فصل الربيع. غير بعيد عن مدخل الساحة توقفت سيارة أجرة. كانت الساعة تقترب من العاشرة صباحا. نزل رجل وامرأة ملامحهما أوروبية يحملان حقيبتي ظهر. رآهما عبد المغيث يدفعان للسائق أجرته ويتجهان نحو الساحة. حدث نفسه بأنهما قد يكونان زبونيه الأولين. ولما سار بمحاذاته بإنجليزية تقريبية عرض عليهما أن يقودهما بعربته في جولة عبر المدينة. ابتسما ولوح الرجل بيده بما فهم منه أنهما يريدان إلى الساحة. على بعد أمتار كان عدد من بائعي عصير البرتقال قد فتحوا دكاكينهم. كذلك بدأت تدب الحياة في جامع لفنا، وجاء القرادون وأصحاب الأفاعي بمزاميرهم وبائعو المصنوعات التقليدية وكل من يعرض بضاعة أو خدمة أو يقدم عرضا فولكلوريا. وسطعت الشمس بين غيوم متناثرة وانعكست أشعتها على صفحة الساحة الأزلية. انطلق عبد المغيث بزبونين يحملهما في عربته ويقودهما في جولة عبر مسار معلوم لدى الجميع. علم منهما أنهما زوجان من تطوان. لما اكتملت الجولة بعودته إلى منطلقها في مدخل ساحة جامع لفنا ودع زبونيه. كانت الساعة تقترب من الثانية عشرة. لما وقف ينتظر زبائن آخرين لفت انتباهه إقبال الأجنبيين اللذين رآهما من قبل ينزلان من سيارة أجرة. بنفس إنجليزيته التقريبية عرض عليهما خدماته، ولكن الرجل ألقى إليه بكلمتين: لا شكرا، وواصل طريقهما. ثم رآهما يركبان سيارة أجرة ظن أنها السيارة نفسها التي جاءت بهما إلى ساحة جامع لفنا. لم يكن في الأمر ما يثير لدى عبد المغيث فضولا أكبر. سيظل يعرض خدماته على كل من يتوسم فيهم رغبة في التجول على متن عربته، وكذلك تمكن من إركاب عدة زبائن خلال ذلك اليوم. الأيام تتشابه أو تكاد تتشابه عند عبد المغيث صاحب العربة المقطورة بذلك الحصان الأبيض. عاد إلى عمله في اليوم التالي وقد فوجئ برؤية السائحين نفسيهما ينزلان من سيارة الأجرة التي يظن أنها نفسها التي حملتهما أمس. مر بمحاذاته دعاهما إلى جولة في العربة، ولكنهما لم يردا وواصل طريقهما إلى عمق الساحة، وظن أنهما يريدان إلى داخل المدينة العتيقة. ولما غاب وبينما هو يتفقد معدات عربته وقع بصره على حافظة نقود ملقاة على الأرض. التفت يمينا ويسارا ثم انحنى وأخذها ودسها في الحقيبة الجلدية المعلقة إلى كتفه. بدت له من ملمسها تحمل أوراقا نقدية ووثائق. وجد عبد المغيث نفسه في ورطة. هل ينتظر مكانه حتى إذا ظهر من ضاعت منه الحافظة سلمها إليه؟ أم يتحرك ويتوارى عن الأنظار ويطلع على ما تحتويه؟ الفضول ينهشه من الداخل. استسلم، ركب عربته وانطلق. اتبع شارع حمان الفطواكي مبتعدا. وقع حوافر فرسه يجعل لتفكيره إيقاعا. ولما أيقن أنه صار بعيدا عن ساحة جامع لفنا
أوقف عربته، دخل إلى المقصورة المخصصة للزبائن وأخرج الحافظة من حقيبته الجلدية، تأملها ثم فتحها. كان أول ما شد انتباهه تلك الرزمة من الأوراق النقدية. سريعا عرف أنها من الدولار الأمريكي. عد تلك الأوراق 270 دولارا أمريكيا. اكتشف في الحافظة بطاقات بنكية وبطاقة ظنها بطاقة هوية، إذ تحمل صورة لرجل قد يكون ذاك الذي صار الآن ملتحيا. بدت له الصورة تشبهه. لم يجد شيئا مما يعود إلى تلك المرأة التي ترافقه. كانت هناك بطاقات زيارة لم يهتدي إلى أصحابها. وضع كل تلك الأوراق على الكرسي ذي الجلد الأحمر، وعادت الأسئلة تلاحقه. هل يبحث عن صاحب الحافظة ويسلمها له؟ هل يسلمها إلى مركز الشرطة في جامع لفنة؟ أم يحتفظ بالمال ويتخلص من كل تلك الوثائق؟ كانت تأتيه وسوسة تحرضه على الاحتفاظ لنفسه بتلك الحافظة، ولكنه قاوم وقرر أن يسلمها إلى الشرطة. نظر إلى الأوراق النقدية وأعادها حيث كانت، كما أعاد كل تلك البطاقات البنكية. عاد أدراجه إلى جامع لفنة وتوجه إلى مركز الشرطة وسلم الحافظة مبلغا أنه عثر عليها ملقاة على الأرض في مدخل الساحة. لم يكن عبد المغيث نكرا، انصرف وعاد إلى حيث تقف العربات التي تقطرها الخيول، يظن أنه بتسليمه تلك الحافظة للشرطة إنما قام بما ينبغي عليه القيام به. مساء ذلك اليوم بينما كان منهمكا في حديث مع أحدهم، جاء ذاك الأجنبي الذي وقعت منه حافظة النقود. كان يتحدث ويقوم بحركات بيده. لم يكن صعبا على عبد المغيث أن يفهم أن الرجل يسأل عن حافظة النقود. قال له إنه سلمها للشرطة، ولكن الرجل قوي البنية أمسك به، كاد يخنقه. تدخل الذي كان يتبادل معه أطراف الحديث وأنقذه منه. سقطت على الأرض الطاقية التي كان يعتمر وتبدت صلعته. كان مندهشا لا يفهم سببا لهذا الهجوم الذي تعرض له. تجمع حولهما حشد غفير. في تلك الأثناء كانت تمر من هناك دورية للأمن الوطني. اقتيد عبد المغيث وذاك الأجنبي إلى مركز الشرطة. لم يكن عبد المغيث يفهم سبب العنف الذي رد به ذلك الأجنبي لما فهم منه أنه يسأله عن حافظة الأوراق التي ضاعت منه. لقد أجابه بأنه سلمها للشرطة، ولم يخطر بباله أن الرجل يتهمه بسرقة الحافظة. ولكن من حسن حظه أن رجل الأمن الذي تسلمها منه كان حاضرا، وبلا تقديم ولا تمهيد قال له عبد المغيث إن هذا الرجل اعتدى عليه واتهمه بلا دليل بأنه سرق منه حافظة أوراقه. رد الشرطي موجها كلامه إلى الرجل الأجنبي بأن أخبره بأن الحافظة موجودة لدى الشرطة. كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة أعجبت عبد المغيث الذي طلب منه الانتظار إلى حين إعداد محضر بالذي صار بينه وذاك الأجنبي. ما لم يكن يعلمه أحد من الحاضرين ومنهم الضابط الذي تسلم الحافظة أن الأمر يمضي إلى أبعد من قصة حافظة نقود ضائعة. في البطاقة التي تحمل صورته فإن الرجل إنجليزي من مانشستر من مواليد العام 89 900 وألف، واسمه مارك ويلفريد. طلب منه جواز سفره فادعى أنه نسيه في الفندق حيث ينزل مع صديقته تلك التي رآها معه عبد المغيث. انتبه إلى أنها لم تكن برفقته لما جاء يمسك به. لا يهمه أن تحضر أو لا تحضر، ما يهمه هو أن يسمح له بالمغادرة والعودة إلى عربته. حين الاستماع إليه نفى عبد المغيث كل معرفة له بهذا الأجنبي، وحكى الظروف التي رآه فيها للمرة الأولى. قال إنه عرض عليه أن يقوده في جولة على متن عربته، ولما رفض انتهى كل شيء. أضاف أنه في اليوم التالي
بعيد مرور الرجل ورفيقته من مدخل باب ساحة جامع لفنا، اكتشف حافظة الأوراق ملقاة على الأرض فالتقطها. لم يذكر عبد المغيث أنه فتح الحافظة وعد ما كان بها من أوراق نقدية. ما يهم أنه لم يأخذ منها شيئا، وأنه بذلك ليس له أن يقلق أو يخاف. لم يكن عبد المغيث يعلم، وكيف له أن يعلم، أن تلك الأوراق النقدية التي كانت في الحافظة كانت أوراقا مزيفة. ثم إن الرجل لم يكن إنجليزيا، وإنه دخل المغرب بجواز سفر إسباني مزور. في الفندق الذي كان ينزل به لم يعثر على أثر لصديقته، لقد اختفت، وكان يتعين البحث عنها لمساءلتها. لا أحد من الباحثين الذين أوكل إليهم الاشتغال على هذا الملف ينكر أن استكمال الصورة رهين بالوصول إلى تلك المرأة، ولا أحد يستبعد أن تكون لجأت إلى أناس لها بهم صلة ما، ويرجح أن يكونوا يسكنون المدينة القديمة. كانت المهمة تبدو غير يسيرة، فالذي في قبضة الشرطة رفض الحديث عن العلاقات التي قد تكون له في المدينة القديمة. من إفادات عبد المغيث صاحب العربة المقطورة بحصان أبيض يستخلص أن الرجل وتلك المرأة زارا ساحة جامع لفنا مرتين على الأقل، وأنهما في كل مرة كانا ينفذان إلى وجهة في المدينة. احتفظ بمارك ذاك اسمه إلى أن يثبت وجود اسم آخر رهن الحراسة النظرية. الصورة الفوتوغرافية التي التقطت له أخذها باحثون إلى المدينة العتيقة وعرضوها على التجار في مختلف الأزقة، وسريعا تم التأكد من أنهما زارا المدينة القديمة عدة مرات. كان الأهم لدى الباحثين أن يصلوا إلى المكان الذي يقصدونه في كل مرة. كانت المثابرة والإصرار الذي أبان عنه الباحثون مما مكن من تحديد تلك الوجهة. كانت منزلا في زقاق من درب الجامع يسكنه شاب معروف عنه كثرة علاقاته مع الشبان الأجانب، وكان من أناس الجوار من يعتقد أنه كان يتخذ مسكنه ذاك مكانا لترتيب رحلات يقوم بتنظيمها إلى المناطق المحيطة بمراكش. لم يكن في نشاطه ذاك ما يثير شبهة أو يوقظ شكوكا، ولكن الأمر مختلف الآن، فأحد من تعامل معهم متورط في قضية ترويج عملة زائفة، وربما في استعمال وثائق هوية زائفة. طرق رجال الشرطة الباب ولم يتأخر ذاك الشاب في أن يفتح. سأله باحث وهو يعرض عليه الصورة إن كان يعرف صاحبها، نظر إليها قليلا وقال بما بدا عفوية إنه مارك. أردف الباحث بسؤال آخر، أين هي المرأة التي ترافقه؟ أجاب بأنها أخبرته بالأمس بأنها ستعود إلى إسبانيا، ونفى أن تكون جاءت إلى منزله. وحتى يمحو كل شك دعا الباحثين إلى الدخول. تبين لهم أنها غير موجودة، ولكنهم تذكروا قضية العملة الزائفة التي عثر عليها في حافظة الأوراق التي التقطها عبد المغيث صاحب العربة. سألوه إن كانت لديه أوراق من العملة الأجنبية. كان يحتفظ ببضعة أوراق من فئة 20 و50 يورو، وكانت لديه بضعة أوراق من الدولار الأمريكي. قال إن مارك وصاحبته كانا يريدان المشاركة في رحلة إلى المناطق الجبلية المحيطة بمراكش، وإنه دفع له عربونا 100 دولار. طلب منه الباحث أن يحضرها، أبلغه بأنها قد تكون زائفة وأنه يتعين فحصها والتأكد من أنها سليمة. طلب منه أن يحضر إلى مركز الشرطة. بتفحص قاعدة البيانات اتضح أن تلك المرأة واسمها أنا فابيو تمكنت من مغادرة مراكش عبر مطار المنارة. حالة مارك بدت أكثر تعقيدا مما قد يخطر ببال، فهو يزعم أنه إنجليزي بيد أنه دخل التراب المغربي بجواز سفر إسباني زائف بنفس هذا الاسم. كان الأمر يقتضي تعاونا مع البعثتين الدبلوماسيتين الإسبانية والبريطانية،
وسريعا اتضح أن الذي يسمي نفسه مارك ويلفريد إسباني من منطقة لالينيا القريبة من جبل طارق، اسمه رودريغو موضا، وأنه يرتبط بشبكة متخصصة في تزييف العملات النقدية وترويجها. أفضى تعميق البحث لأنه تمكن مؤخرا من الهروب من سجن مالقا، حيث كان يمضي عقوبة بالحبس 8 أعوام. لعله وهو ينتظر ترحيله يراجع حساباته. لم يكن يظن أن هروبه الذي حسبه مكتمل الأركان سينتهي به في مدخل جامع الفنا. مرت شهور قبل أن يسمع عبد المغيث صاحب العربة بنهاية هذه القصة التي لم يكن يظن أنها بدأت لحظة التقط حافظة النقود الملقاة على الأرض.